النهارده انا معايا حاله انسانيه صعبه جدا ومؤلمه وتوجع القلب، لانها حاله نادره جدا وللاسف علاجها مكلف جدا. الحاله بطلها طفل صغير اسمه ياسين. ياسين عمره 7 سنين، كان نفسه يعيش زي باقي الاطفال اللي في سنه بعد اصابته بمرض نادر وخطير بيهدده بالموت في كل لحظه. الموت قريب منه جدا لو ما خدش العلاج. علاج المرض اللي عند ياسين اسمه ضمور العضلات، دوشن الطفرة الهرائية. مرض صعب جدا، مرض خطير جدا، بيدخل على عضلات القلب والتنفس، وما فيش له امل غير دواء ظهر من 5 سنين، وهو علاج جيني اتعملت له مؤخرا ابحاث ودراسات. ياسين مهدد بعدم القدرة على الحركة لما يوصل سن 8 سنوات، ولما يوصل سن 12 يصاب بضمور يصل الى عضلة القلب والتنفس، وزي ما قلت ممكن يفقد حياته في اي لحظة. هذه الفقرة انا بقدمها لكل انسان في مصر في العالم بيشوفني وبيشوف الحالة ويقدر يقدم ايد المساعدة لإنقاذ ياسين. معايا في الاستوديو الأستاذة رحاب عبد الناصر والدة ياسين، أستاذ وليد أحمد والد ياسين، ومعايا كمان ياسين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. اشرحي لي حضرتك بالظبط حالة ياسين ايه؟ والله ياسين بدأ المرض معاه من وهو عنده 5 سنين. كان في صعوبة في طلوع السلم وهو بيقوم من الأرض، مش زي أي طفل سليم بيقوم بيسند على ركبه. فالموضوع يعني قلقني، فكشفنا بعد طبعا لف ومعاناة كتير يعني، فاتضح بعد الفحوصات والتحاليل اللي هي الجينية إن هو عنده ضمور عضلات دوشين. ف ما كانش في حل قدامنا غير ان احنا نتوجه للتأمين، وطبعا طلع العلاج خارج البروتوكولات. فتوجهنا للتضامن، وزارة التضامن فتحوا لنا حسابات رسمية، لان طبعا مبلغ العلاج غالي جدا. كام؟ 4 مليون 150. 4 مليون 150؟ اه. فطبعا ده فوق طاقة اي اب وام يعني. ف مش عارفين ايه يعني اعمل ايه مع ياسين، مش عارف.